أستاذ سمير عمر من سكاي نيوز العربية، اتفضل. ميكروفون، اتفضلي. صباح الخير سيادة الوزير، وتهانينا لموقعك الجديد في كوزير الخارجية المصرية، وهو يعني موقع في هذه اللحظة مهام صعبة. من هذه الزاوية بالتأكيد الملف الفلسطيني هو الملف الأكثر إلحاحا الآن بمهمتك الجديدة كوزير الخارجية، إذا كان من الممكن أن تعطي لنا تصورا مصريا للتعامل مع هذه الأزمة بشقيها، سواء الإنساني الذي تناولتموه اليوم مع مفوض الأونروا، أو السياسي سواء ما يتعلق بمعبر رفح، الحدود، أو الدور المصري المهم في الوساطة مع الجانبين في ظل حديث مهمة عن انطلاق جولة اليوم في القاهرة والدوحة في هذا الخصوص. مفوض الأونروا، سريعا تعليقكم السريع على ما ينسب إليكم من الجانب الإسرائيلي بأنكم أو مدارس الأونروا تستخدم من قبل حماس والجهاد كمنصات لعمليات ضد الجانب الإسرائيلي. شكرا جزيلا. What's your comment on this? شكرا جزيلا. طبعا يعني مسألة مفروغ منها أن القضية الفلسطينية هي على رأس أولويات السياسة الخارجية، هذا ما كان الوضع منذ أربعينات القرن الماضي، بل قبل أربعينات القرن الماضي وحتى وقتنا هذا. هذا مصر دائما ما تؤكد على أن القضية الفلسطينية هي لب الصراع في الشرق الأوسط، بدون حلها لا سلام لا استقرار في هذه المنطقة، حتى ولو بافتراض أننا نجحنا في حل باقي الأزمات الإقليمية، لكن بدون شك استمرار القضية الفلسطينية لن يؤدي إلى وجود سلام شامل أو استقرار شامل في المنطقة. طبعا أولويات السياسة المصرية يعني معروفة وظاهرة للعيان، والسيد فخامة السيد رئيس الجمهورية بيؤكد دوما على أن الملف الفلسطيني على رأس أولوياتنا لاعتبارات كثيرة للغاية طبعا ومعروفة للجميع، بحكم أنها أن فلسطين هي دولة جوار، الوشائج التاريخية والدينية والإنسانية وما يجمع بين الشعبين المصري والفلسطيني. سنظل بالتأكيد في المتابعة والاهتمام البالغ بالملف الفلسطيني باعتباره أحد أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية. الجهد المصري ينصب بالتنسيق الكامل والتعاون مع الأصدقاء ومع الدول الشريكة، إن كانت الأشقاء العرب، إن كان الشركاء الدوليين في روسيا، في الصين، في الاتحاد الأوروبي، في الولايات المتحدة. سنستمر بالتأكيد للعمل على وضع حد لهذه الكارثة ما يحدث في قطاع غزة. كما تعلم أن مصر يمكن هذه المرة الأولى في عصرها الحديث أن تواجه مثل هذه الأزمات والتحديات من كافة الاتجاهات الجغرافية في توقيت واحد، في توقيت واحد، هذا لم يحدث من قبل. فلكن الدولة المصرية قوية، الدولة المصرية صلبة، ستستمر في التعامل مع كافة الأزمات بما يصون الأمن القومي المصري، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعوب الشقيقة في مناطق الجوار الجغرافي لمصر. أعود مرة أخرى للملف الفلسطيني، كما تعلم هناك جهد مصري مخلص بالتعاون مع شركائنا، إن كانت قطر الشقيقة، إن كانت الولايات المتحدة، في العمل على التوصل إلى صفقة
تضمن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. الجهد المصري لم يتوقف على الإطلاق منذ 7 أكتوبر، ولعلك تذكر المؤتمر الهام الذي استضافه السيد رئيس الجمهورية فور بدء العمليات العسكرية والعدوان والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وحذرنا وقلنا بضرورة وقف إطلاق النار والنفاذ غير المشروط للمساعدات. نأمل أن يتم أن تسفر هذه الجهود عن نتائج محددة فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن. أما فيما يتعلق ما بعد ذلك على هناك طبعا بالتوازي مع وقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات بالتأكيد وإبرام هذه الصفقة بالتأكيد بالتأكيد، وهذا ما ذكرناه مرارا وتكرارا، لابد أن تكون ليس فقط عملية سياسية، ليس فقط حل الدولتين، ولكن التنفيذ، تنفيذ حل الدولتين. لسنا في مجال أن نتحدث مرة أخرى في مفاوضات إلى ما لا نهاية، هذا غير مقبول. نحن نتحدث عن تنفيذ حل الدولتين، بمعنى أن فور وقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات أن نتحدث بشكل جاد بشكل مخلص وفقا للمرجعيات الدولية لتنفيذ حل الدولتين من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة العتيدة على حدود بالتأكيد 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. Yes. نعم. Briefly on the باختصار فيما يتعلق بالادعاءات الخاصة باستخدام المقرات الخاصة بالأونروا من حماس وغيرها من المجموعات، نستمر في سماع هذه الأمور، وأنا أستمر في الدعوة لإجراء تحقيق من أجل جعل وضع كل الأشخاص المسؤولين تحت المحاسبة، استخدام مقرات الأمم المتحدة أو المدارس من أجل أغراض عسكرية هو أمر يعد عدم احترام للقانون الدولي. بالطبع اليوم ليس لدينا القدرة على التحقيق لأن المنطقة ما زالت منطقة عسكرية نشطة وبيئة عسكرية نشطة، ونأمل بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار أن يتسنى لنا مكانا وقدرة تحقيقية لكي نرى ما الذي يحدث ونفهمه. كلمة أخيرة في هذا المجال، لا يمكن تحت أي يعني دعوة أو تحت أي مبرر استخدام أو توظيف أو استغلال أي اتهامات مرسلة بدون أي يعني أدلة موثوقة لاستخدامها كزريعة لتجميد أو عدم تقديم المساعدات والالتزامات المالية لوكالة الأونروا. وإحنا بنتحرك مع كل أصدقائنا وكل الأطراف الدولية لتأكيد استمرار الدعم المالي، الدعم المالي للوكالة أمر مهم جدا ولابد من الحفاظ على ذلك، ومصر يعني دائما تركز على هذا الأمر. نجحنا بالتأكيد أن في العديد من الدول استأنفت بعد أن تأكدت أن هذه اتهامات مرسلة وغير ذات مصداقية. هناك دول محدودة لا تزال تجمد الأرصدة، سنعمل على إثارة هذا الأمر. أنا بأثيره دائما في خلال اتصالاتي، بالأمس مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية جوزيف بوريل، وأول أمس مع مفوض سياسة الجوار الأوروبي المعني بالدعم للجانب الفلسطيني، أكدت على أولوية صرف كافة الشرائح المخصصة لوكالة الأونروا من ناحية وللسلطة الوطنية الفلسطينية من ناحية أخرى. أستاذة سارة الشرقاني من الدستور، تفضلي.
سؤال موجه لمين؟ صباح الخير، سؤالي لمفوض عام الأونروا. نرى الآن جهود المصرية المستمرة من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ولكن ماذا لو توقفت الحرب الآن؟ كم تحتاج غزة لإعادة إعمارها أو على الأقل للاستفاقة من دمار تلك الحرب، سواء من المجالات التي تحتاج تحركا عاجلا أو مدة الوقت ومساحة الدمار الموجودة على الأرض، وهل نحن نمتلك خطة لذلك من الآن أم لا؟ شكرا. Very briefly, because that's a question مختصر which, لأن هذا السؤال many are trying to find an answer. يحاول الكثير العثور على إجابة له. أن وقف إطلاق النار أصبح متأخرا، ولكن نحتاج إليه، نأمل أن يكون هنالك وقف إطلاق النار لأن الناس في غزة قد تعبوا، ونحتاج إلى إطلاق سراح الرهائن، ونحتاج إلى تقديم المساعدة الإنسانية. يجب أن نستطيع الوصول إلى جميع أجزاء غزة لعدة أسباب. يجب أن يتوقف هذا الأمر، فهذه الحرب الشعواء قد تخطت كل شيء ممكن فيما يتعلق بالتهجير والتدمير وقتل الناس. فغزة لم تصبح أرض ملائمة للأطفال على الإطلاق، لقد رأينا كل الإحصاءات الأخيرة. بالطبع نحن بحاجة إلى توجه فيما سيحدث بعد ذلك أو ما بعد الحرب. نحتاج إلى أن نعرف ما الذي يتوقعه الناس فيما يتعلق بمستقبل غزة، ولكن السؤال هو ما هو مستقبل تطلعات الفلسطينيين. ولذلك أنا آمل حقا أن الموقف الذي كان قبل 7 أكتوبر قد يتغير، لأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قبل ذلك لم يكن ذا أولوية للمجتمع الدولي، والآن نحن نتعاون بشكل جماعي وملتزمين بشكل جماعي تجاه إيجاد حل سياسي وحل الدولتين وتحقيق مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين الذين سيعيشون تجارون لهم في المستقبل. وهذا الأمر يجب أن يستغرق الوقت المطلوب من أجل بناء الثقة فيما يتعلق بالحلول السياسية. وفي هذا الوقت فإن وكالة مثل وكالتنا كما أشرت مسبقا ستبدأ بالتركيز وتعيد الاستثمار في أنشطة التنمية الإنسانية الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية. أستاذ محمد مصطفى تفضل من وكالة أنباء الشرق الأوسط. مساء الخير سيادة الوزير، وتهنينا لحضرتك مرة أخرى على تولي مهام منصبك، ونتمنى لسيادتك التوفيق زي ما بنتمنى لمصر، يعني أن هي تواصل دورها الهام في المنطقة والعالم في الفترة القادمة. عطفا من غزة على السودان، نجحت مصر كما تابعنا في استضافة أول ملتقى جامع للقوى السياسية السودانية أمس الأول، وهناك جهود أخرى تسعى أطراف أخرى أيضا للقيام بها في نفس الاتجاه، مثل الاتحاد الأفريقي بطبيعة الحال. هل تعتقد سيادة الوزير أن هذه الجهود يمكن أن تسهم في إنهاء الحرب في السودان، خاصة وأن مفاوضات إطلاق النار يعني لم تبرح مكانها حتى الآن؟ وشكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. يعني زي ما سيادتك تفضلت، بالفعل مصر بمؤسستها استضافت هذا المؤتمر الهام. يمكن ده كما ذكر الأخوة السودانيون الحضور خلال تشرفهم بلقاء السيد رئيس الجمهورية بالأمس، أكدوا على أن دي أول مرة، أول مناسبة يجتمع فيها ممثلو القوى السياسية والمدنية في السودان تحت سقف واحد في مكان واحد، لم يحدث من قبل. وده يعني بيعكس حرص مصر الشديد للغاية في العمل على توحيد مواقف القوى السياسية والمدنية للعمل معا لتنفيذ شعار المؤتمر. المؤتمر عقد تحت عنوان معا من أجل وقف الحرب، كان هذا هو الهدف الأساسي لمصر. مصر أجندتها واضحة تماما،
وهي العمل على الحفاظ على السودان، الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، الحفاظ على سيادة السودان، الحفاظ على أرواح السودانيين الأشقاء المدنيين التي تراق يوميا. فمن هذا الإطار يعني جاء عقد هذا المؤتمر، وسيادتك وحضراتكم تابعتوا البيان الختامي، وانقسم أعمال المؤتمر، ولم نحضر بالمناسبة كل المسارات الثلاث التي عقدت على خلال المؤتمر تمت بمشاركة الأشقاء السودانيين فقط. إن كان المسار الأول خاص بوقف الحرب، المسار الثاني الخاص بالمساعدات الإنسانية ونفذها، المسار الثالث الخاص بالعملية السياسية لم نشارك، تركنا، لأن هذا هو الهدف من المؤتمر، هذا هو الموقف المصري، وهو ضرورة أن تكون هناك عملية سودانية خالصة دون تدخل أي طرف خارجي أيا كان. نأمل بالتأكيد في العمل على الاستمرار في التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للأولوية الأولى لدينا، وهي الوقف الفوري لإطلاق النار، وهو ما يتطلب كما توافق الأشقاء السودانيون أول أمس على ضرورة وقف وصول أي أسلحة أو معدات عسكرية إلى داخل السودان لعدم إشعال والموقف هناك. أيضا تحدثنا عن قضية الإغاثة وعملية نفاذ المساعدات، ومصر أعلنت بكل وضوح أن حدودها مفتوحة بالتعاون مع جميع المنظمات الإقليمية والدولية الإغاثية لتوفير المساعدات لأهالينا في السودان. وأخيرا وليس أخيرا العملية السياسية، أن يكون هناك إطار جامع غير إقصائي لكل الأطراف السودانية. الأمر بالتأكيد الأشقاء السودانيون هم المعنيون به وعليهم مسؤولية تاريخية كما ذكر السيد الرئيس أمام الله وأمام شعبهم، أن يعلو فوق أي مصالح ذاتية وأن يضعوا مصلحة الوطن والوطن السوداني في المقام الأول. طبعا كان في تقدير شديد جدا 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 من جانب المؤتمرون والمجتمعون فيما يتعلق ب ما تقوم به مصر من جهد ضخم جدا، ليس فقط على المستوى السياسي من خلال عقد هذا المؤتمر الجامع، والذي شارك فيه لأول مرة بالمناسبة كافة المبعوثين الدوليين والإقليميين المعنيين بالسودان. طبعا تعلمون أن مصر دائما يعني ما تتحدث عن استضافة ليس اللاجئين ولكن ضيوفها، وضيوفها من السودان، وهناك أعداد كبيرة جدا من أشقائنا السودانيين هنا رغم كل المصاعب الاقتصادية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر. ولذلك أكدت أنا في لقائي مع المبعوثين الدوليين على ضرورة أن يحترم المجتمع الدولي تعهداته فيما يتعلق بتوفير الدعم الكامل لدول الجوار وفي مقدمتها مصر. مصر أكبر دولة مجاورة للسودان استضافت أشقائها سواء على مدار عشرات السنين الماضية أو أيضا منذ إبريل 2023 منذ اندلاع هذه الحرب المأساوية. يعني الشعب المصري عظيم، الشعب المصري كريم، دوما ما يقف إلى جانب أشقائه وقت المحن، ولكن علينا أن وهذه أولوية لدي كوزير للخارجية باستمرار الضغط والتواصل مع الدول المانحة. كان هناك مؤتمر للدول المانحة في باريس، هناك تعهدات ب2 مليار لابد من تخصيص الجزء الأكبر للدول المانحة والتي وفي مقدمة الدول المجاورة وفي مقدمتها مصر التي تتحمل العبء الأكبر سواء على مستوى الإغاثة الإنسانية أو الإغاثة الصحية والطبية.
السؤال الأخير أستاذ شريف من الجمهورية، تفضل. بداية نبارك للدكتور بدر عبد العاطي على تولي مهام منصبه. سؤالي للمفوض العام للأونروا، يعني واجهت الأونروا يعني مصاعب وتحديات عديدة خلال الفترة الماضية من قيادة العمل الإنساني في قطاع غزة وفي ظل تدهور الوضع الإنساني في غزة، فما رؤيتكم من خلال مساعدة المجتمع الدولي للأونروا لتحقيق أهدافه؟ شكرا. Thank you. شكرا جزيلا. As we heard the call also of Minister. كما سمعنا من السيد الوزير عبد العاطي. To support the agency. فعلى المجتمع الدولي أن يستمر في دعم الوكالة. إننا نمر بوقت صعب. تتذكرون في شهر يناير. كان هنالك حوالي 16 دولة أعلنت توقف أو تجميد مؤقت للمساعدات المقدمة للوكالة، ما جعل الوكالة تعلق أنشطتها ولا سيما مع الإدعاءات الصادمة التي واجهتها الوكالة فيما يتعلق بمشاركة بعض موظفيها في الهجمات التي حدثت في 7 أكتوبر. كان هنالك تحقيق مستقل فيما يتعلق بالسلوك الفردي لطاقم العمل، وبالطبع ذلك بالتعاون مع الدول الشريكة، وبالتالي سيتم مراجعة عملي. كان هنالك مراجعة لإدارة المخاطر في المؤسسة، وذلك تم من قبل وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، وكانت نتيجة هذه المراجعة وهي أن الوكالة لديها نظام أقوى من أي نظام موجود في أي وكالة أممية أخرى أو أي مؤسسة دولية أخرى فيما يتعلق بإدارة المخاطر، ولكن بسبب البيئة المعقدة بشكل غير اعتيادي التي نعمل فيها، وبسبب البصمة غير الاعتيادية التي تتركها هذه الوكالة في هذه المنطقة مع ما يزيد عن 30,000 موظفا بها، يمكننا القيام بالمزيد من أجل تحسين آلياتنا. وتوصلنا إلى مجموعة من التوصيات في 8 مجالات، توصلنا إلى حوالي 50 توصية، وأنا والأمين العام اعتنقنا هذه التوصيات بالفعل وتم تنفيذ عددا من هذه التوصيات بالفعل، وهذا أيضا يرمي إلى تقوية واستعادة الثقة التي تضعها الدول الأعضاء فينا، وهي أن بالفعل الأونروا وكالة تأخذ كل هذه الإدعاءات على محمل الجدية، ولديها آليات قوية للتعامل مع كل من هذه الإدعاءات. واعتبار من اليوم يوجد دولة واحدة بسبب ما أسميه بالقرارات التشريعية قد علقت إسهاماتها حتى شهر مارس من عام 2025 في أفضل الأحوال، وهي الولايات المتحدة والتي كانت أكبر مساهم للوكالة، وبالتالي هذا يؤثر على ميزانيتنا الأساسية، فهذا يعد خسارة لحوالي 800 مليون دولار، وذلك أيضا أثر على الاستجابة الطارئة لغزة وكذلك الأزمة السورية. لذا هذا الإسهام لن نحصل عليه، وعلينا أن نجد طرقا لتعويض هذه الخسارة. لقد رأينا في الأشهر الماضية القليلة بعض الدول الأوروبية التي رفعت من إسهاماتها الموجهة للوكالة، ويوجد أيضا مزيد من الدول في المنطقة أسهمت الوكالة، مثل الدول الخليجية التقليدية التي كانت تسهم في الوكالة، ولكن يوجد أيضا دول إضافية من العالم العربي مثل العراق والجزائر وعمان وجيبوتي قد أسهموا في الوكالة. ولدينا أيضا
مانحين خاصين وحملة حملة جمع تبرعات ناجحة، كل ذلك قد قدم اسمته للوكالة. هل هذا كاف؟ لا هذا ليس كاف. فكل ما لدينا فيما يتعلق بالاستجابة للطوارئ نحتاج إلى المزيد فيه، ولكننا ما زلنا نعاني لأن لا يوجد أي شيء مستدام في الوقت الحالي، واعتبارا أن اليوم لدينا ما يكفي حتى نهاية أغسطس، فبالتالي نحن نعمل بشكل شهري أو على أساس شهري، وهذا نتاج سنوات طويلة من الأزمات المالية التي حدثت بسبب هذا الصراع وهذا السياق. لم يكن ذا أولوية من قبل السابع من أكتوبر للمجتمع الدولي. شكرا جزيلا.